حاجة ولاية الجزائر مفاتيح 1009 وحدة سكنية من صيغة الاجتماع التساهمي التي استفادت منها 13 بلدية موزعة على 7 مواقع. هذا وقال والي العاصمة عبد القادر زوق أن مصالحه وزعت 37,000 وحدة سكنية منذ جوان 2014 في انتظار مواصلة العملية الأسبوع القادم. هاشمي خيراني رصد التالي. اليوم قامت ولاية الجزائر بتوزيع 2009 مسكن تساهمي، وهذه العملية هي العملية الرابعة منذ جوان 2014. هذه العملية تاع اليوم شملت 13 بلدية معنية والمتوزعة على 7 مواقع سكنية. العدد العائلات الجزائرية بالنسبة للعاصمة اللي استفادوا ابتداء من جوان 2014 نصل إلى 37,000 عائلة، وإن شاء الله الأسبوع القادم سنواصل كذلك المرحلة الرابعة من عملية 20 بالنسبة للترحال وما يشبه ذلك.